الحركات ديال الرياض؟ ضروري اي واحد لف المغرب ولا خارج المغرب كان متبع هذا الحدث هذا اللي كان كبير واقع هنايا في المغرب. شنو هي التفاعل اللي تلقاته القضيه ديال ريان يعني سواء على المستوى الوطني ولا الدولي؟ هي شوف اذا مشينا كنشوفوا هي حاجه صغيره خلقت واحد الحدث كبير. ريان فحال اللي كانوا كيقولوا بزاف منهم محمد حسنات اللي كيقولوا فحال لانه واحد الشخص اللي جا فحال لانه يوحد الامه بعد ما كانت انها متفرقه بزاف وجا واحد. علاش ملي وقعت هذه الحادثه هذه بزاف ديال الناس لا في المغرب ولا خارج المغرب ولا في الدول الاوروبيه ولا يعني العالم كاملين كانوا كيهضروا على هذه الحادثه هذه. يعني واحد الحاجه اللي حتى شي واحد ما كان متوقعه. يعني بحال نقول لك وحده العالم ماشي غير وحده الامه الاسلاميه وصافي. واخا شفنا رؤساء دول كيعزيو فيه، شفنا المنظمه الصحه العالميه، شفنا الاتحاد الاوروبي، يعني كانوا هيئات ومؤسسات كبيره يعني تفاعلوا مع القضيه ديال ريان. شنو رايك الدافع اللي خلى هاد الناس تتفاعل مع القضيه ديال ريان؟ اول حاجه هو طفل صغير، منظور ديالي انه راه هو طفل صغير. ثاني حاجه حتى العائله ديالو دراوش، العائله ديالو دراوش، وفي نفس الوقت عاوتاني حتى الاعلام المغربي لعب واحد الدور كبير اللي ما كانش كيتوقعوا حتى شي واحد. وفي نفس الوقت عاوتاني بين الاعلام المغربي على الجداره ديالو في وسط الساحه الاعلاميه على الصعيد العالمي. واخا شفنا السلطات يعني سواء السلطات المحليه سواء القوات العموميه سواء الناس اللي كانت كتسهر يعني لمده 5 ايام على العمليه ديال الحفر ديال البئر، شفنا الناس عملوا يعني مجهودات جباره. شنو ممكن تقول في حق هاد الناس هادو؟ هي بحال اللي قلتي مجهودات جباره، تبارك الله عليهم، لا من القوات المساعده لا من المسعفين لا من الدرك الملكي لا من الصحفيين حتى هما اللي ما نساوش المهمه ديالهم اللي عملوا واحد الدور كبير حتى هما بحال اللي قلت لك في الاول ووصلوها للاعلام. راه تبارك الله عليكم وما عندي ما نقول، الله يعاونكم والله يزين السيرفيس والله يوفقكم ان شاء الله يا ربي. يعني كترقب الاخبار من الاول من نهار 3 ملي طاح ومتبعه. واخا كيفاش كنت كترقب الاخبار يعني بشكل يومي ولا؟ يوميا كنت كنتفرج بث مباشر. ايوا البارح ملي خرج فرحنا من بعد قال لكم بلي مات. ايوا الصراحه كان يعني بحال شي واحد من العائله بقى فينا كاملين، فهمتي، في كاع المغاربه وفي العالم. كان امل انه يبقى عايش. انتو كدعيو دائما؟ ايوا الله بغاه، هو طير من طيور الجنه، معنا من عدله. واخا بحال ريان كاين بزاف ديال الوليدات اللي كيعيشوا في الدواوير، يعني كاين في الدوار، وديك المناطق هذوك معروفين انهم كيكونوا كيحفوا البيار. شنو الرساله اللي تقدر توجه للمسؤولين انهم بعد على الام ومن بعد يغطيو ديك البيار باش ما يكونش عندنا شي حادثه بحال ريان؟ يعني خصهم يغطيو ديك البيار، المسؤولين خصها توصل لهم باش يغطيو كاع البيار اللي كاينين في المناطق القرويه، يعني ماشي غير في تما، يعني في جميع المناطق القرويه كاين هذا الشيء، هذا يقدر يوقع عند اي واحد ماشي غير ريان. وكنتمنى ياخذوا هذا الشيء هذا بجديه. بالنسبه للترقي ديالنا الخبر ديال الوفاه ديال الطفل ريان، صراحه يعني كانت صدمه بعد واحد الامل اللي كان كبير عند المغاربه كاملين. كنا كننتظروا انها يعني تعم الفرحه ونسمعوا الخبر ديال بان ريان لازال على قيد الحياه، ولكن في اللحظات يعني الاخيره من بعد ما خرج البلاغ ديال الديوان الملكي اللي كيقول وكيأكد بان الوفاه ديال ريان يعني تم تاكيده، ان لله وان اليه راجعون، لله ما اخذ وما لله ما اعطى وما اخذ. ولكن ريان يعني كان خلى يعني بين ديك روح التضامن ديال المغاربه، خلى واحد الرساله اللي هي كبيره وكبيره بزاف، بين الشعب العربي اصلا يعني الشعب العربي كامل كان تضامن مع القضيه ديال ريان. هذا ان دل على شيء فانما يدل على ان الشعوب العربيه لازالت متحده، لازالت يعني متضامنه، ولازالت محبه بينهم رغم يعني الخلافات السياسيه وما ذلك. لكن ريان نجح في هذا وبكثير، فهو يعني قام بواحد الدور اللي هو كبير، وهو يعني بقي في
ديال يعني 5 سنوات، وخا هكذاك فارقنا يعني فارقنا فارق الحياة، لكن عمل واحد الدور اللي هو كبير. وبهذا المناسبة كنوجه تحية للمسؤولين كاملين اللي كانوا قايمين على القضية ديال الإنقاذ، للوقت الزمني اللي يعني القياس الزمني يعني تم فيه العثور يعني والوصول إلى ريان، الخطة يعني المحكومة بدقة، السلطات الأمنية اللي كانت تما كانت كتسهر على الأمن ديال المنطقة، رجال الإعلام اللي نقلوا لنا الصورة ويعني توجهوا لنا المصاعب، حيت تما يعني المنطقة شوية صعيبة، والحمد لله على كل حال. واخا ريان مات الله يرحمه، ولكن كاين بزاف ديال الأطفال اللي هما بحال ريان وفي سن ريان أو لا يمكن كبارين عليه ولا صغارين عليه، هما كذلك ممكن يتعرضوا لانهم يكونوا يعني بحال ريان، يقدروا يسقطوا في ديك يعني في ابار اخرى. شنو الرساله اللي تقدر توجه للمسؤولين، خصوصا ان المناطق القرويه كنعرفوا انها معروفه يعني بالحفر ديال الابار؟ فعلا هناك يعني المئات ديال الاطفال في يعني خلال السنوات اللي كيتعرضوا مثل الحادثه ديال ريان، وكيتعرضوا ما شابه مثلا لساعات العقارب، الافاعي اللي يعني في المغرب حاليا باقي ما كاينش يعني الدواء ديالهم اللي يعني ديريكتومون اللي كيكون الموسم ديال هاد الحشرات السامه او الحيوانات السامه. الرساله ديال المسؤولين هو انه يعني بخصوص القضيه ديال الطفل ريان يكون هناك واحد التقنين ديال حفر مثل هذه الآبار، مثلا اللي مكلفين كما يقال عند المغاربه يعني بحفر الصنده، البئر ديال الصنده بالتحديد، يكون تقنين ديالو ويكون يعني اعطاء الرخصه وكيفاش الطريقه اللي يتم بها بناء مثل هذا البئر، بحيث انه يعني حتى الى ما لقاوش الماء او حتى اذا حفروا واحد البئر تكون متوفره فيه شروط ديال السلامه، لان اليوم طاح ريان غدا يقدر يطيح واحد اخر، غدا يقدر يطيح واحد اخر، وغنشهدوا مآسي. وهذا الشيء طبعا يعني كيضرنا في خاطرنا باننا نشوفوا مثل هذه القضايا، يعني كاين قضايا بحال مثل ريان ويعني سكتوا عليها وما هضروش لانها ما بانتش. ريان يعني حلفوا الحظ انه يبان يعني عالميا، يبان عالميا. دونك كاين اطفال اخرين اللي كيتعرضوا لنفس الاشياء وما كيهضروش عليهم. كنتمنى من السلطات انها تاخذ هذا الشيء بعين الاعتبار وتقوم بتقنين هذا الميدان ديال حفر الابار، لانها كتشكل خطر، وخطر اكيد على الاطفال وعلى الناس عامه. اللهم امين. كيفاش تلقيتي الخبر ديال الوفاه ديالو؟ اخر ساعه، حتى اخر ساعه، حتى شي 9 دور د الليل. اها، علقينو مسكين شوف العرض خرجوا الوالده ديالو وباباه الله يرحمه. كانت صدمه. الله، بس صدمه بنادم كيبكي، ماشي غير صدمه. هو والله صدمه، ماشي صدمه، والله احسن لعاود ندعيو معاه. الله يودي، ماشي هذا كتما بحال ديالنا، واحد من الاطفال ديالنا ووليداتنا، والله رزق صبر الناس. اللهم امين، الله يعاونكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.